بسم الله الرحمن الرحيم، ازيكم؟ عاملين ايه النهارده؟ يوم جديد وحلقه جديده خطيره جدا. احنا معاكم على الهوا ان شاء الله، يا رب الحلقه تعجبكم والوصفات ان شاء الله تعجبكم. عاملين اول وصفه مع بعض، فطائر خطيره بحشوه اللحمه المفرومه. مش قادره اقول لكم، سهله جدا جدا، تجنن، بسيطه وتقدروا تعملوها بمنتهى السهوله، ان شاء الله تعجبكم. الوصفه الثانيه هنعمل كيك الموز بالشوكولاته، وصفه برضو ظريفه ولذيذه وسهله جدا جدا في موسم المدارس اللي احنا فيه ده، يعني ربنا يعديها على خير. فتبقوا عاملين كيك وفي موز طبعا فوائده مش قادره اقول لكم، وبنجيب كميه موز والعيال بياكلوا وبيتبقى ومش عارفه ايه، فهنحطها في كيك يجنن وسهل جدا جدا. ان شاء الله يا رب الحلقه تعجبكم. احنا طبعا هنستنى كل تليفوناتكم بعد الفاصل، تنورونا وتحت امركم في اي سؤال، مش هنتاخر على طول، نيجي على طول نعمل الفطائر باللحمه المفرومه، واستنى تليفوناتكم، خليكم معانا. معاكم على الهوا، هستنى كل تليفوناتكم والارقام اهي موجوده، نورونا بتليفوناتكم تحت امركم في اي سؤال. بصوا اي سؤال انا سداده. هنعمل دلوقتي اول وصفه مع بعض، الفطائر بحشو اللحمه المفرومه. وصفه سهله جدا ولذيذه. ايه بقى القصه؟ معايا 5 كوبايات من الدقيق، 5 كوبايات من الدقيق عشان نعمل كميه حلوه كده من الفطائر. معانا كمان 2 معلقة صغيرين من الملح، معايا باكت من الخميره، باكت الخميره دي يعني معلقه كبيره من الخميره. معانا كمان 1/2 كوبايه من الزيت، معانا كمان 2 معلقة سكر، ما دام في خميره طبعا هيبقى فيه سكر، معانا كمان ميه دافيه للعجن وبس. بصوا ما فيش اسهل من كده، فيهاش ابدا اي حاجه. هنعجن العجينه الحلوه دي، وطبعا عشان فيها خميره هنسيبها تخمر علشان يتضاعف حجمها، ونبتدي نشكلها بقى ونعمل الفطاير دي زي ما احنا عايزين بقى، اي شكل في الدنيا مفيش مشكله، ان شاء الله تعجبكم. الحشوه بقى بتاعتها لحمه مفرومه متعصجه. انا دايما في البيت عندي بعمل كميه من اللحمه المفرومه المعصجه، واقوم حطها في ايه، في اكياس او في علب مثلا في الفريزر، بتفرق معايا جدا، بطلعها وقت الحاجه ما بتاخدش وقت على طول وبتفك، او ممكن احطها في المايكرويف برضو لمده 30 ثانيه بتلاقوها على طول فكت معانا، وندخلها في الاكل بسرعه او في الحشوه، بتسهل علينا الوقت بصراحه جدا. فاحنا معانا لحمه مفرومه معصجه بالطريقه العاديه، مع بصلايه وملح وفلفل ورشه جوز الطيب، وممكن كمان نحط لها معلقه من معجون صلصه الطماطم. معانا كمان للحشوه شويه من فلفل الالوان تقطع صغير قوي، معانا كمان جبنه شيدر، معانا جبنه موتزاريلا، براحتكم بقى خالص تحطوا اي حشوه برده تانيه جوه الفطاير دي ما فيهاش مشكله. وهنحط برده على وش الفطاير دي شويه جبنه موتزاريلا او جبنه رومي مبشوره، هتخلي طعم الفطاير تجنن، ان شاء الله تعجبكم. يلا نعمل العجينه. معانا ام محمد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حبيبتي. كل سنة وانت طيبة وتسلمي، انتي احسن شيف في الوطن العربي. يا حبيبة قلبي يا رب يسعدك. ده ايه ده الكلام الكبير ده؟ ممكن اعمل اهداء طبعا يا حبيبتي، طبعا برنامجك براحتك خالص. ابن اختي محمد احمد النجولي، وفريده وفرح ومحمد وعمر بمناسبه دخول المدارس. يا حبيبي ده احلى تهنئه، ده احنا سعداء بدخول المدارس. ربنا يقوم مراتبني اسماء كده بالسلامه يا رب، عشان حامل ادعيها. يا حبيبتي ربنا يا رب يقومها بالسلامه ويديها ساعه سهله يا رب يا رب. الله يخليك حبيبتي يا حبيبه قلبي، بتفائل بيك. ربنا يبارك لك ولادك ويجعلها سنه بيضة كده وترمي. امين يا رب يا رب يا رب. يا حبيبه قلبي تسلمي لي، احلى مكالمه، ومتشكره جدا ان انت كلمتيني، وربنا يا رب يفرحك بيهم يا رب. حبيبتي متشكره قوي. انا حطيت كل الحاجات، وبننزل بقى بالميه الدافيه بالتدريج لغايه ما العجينه تلم معايا كده. شويه بشويه، عجينه سهله خالص اهو كده. ميه دافيه هتخلي الخميره بقى تشتغل، وتبتدي بقى العجينه ايه تخمر معاكم، وتديكوا بقى ايه حجم مضاعف كده، وينجحها في التسويه. خلوا بالكم في القصه دي اهو.
وطبعا اهتموا جدا بتاريخ الانتاج والانتهاء على الخميره، ده بيضمن لك انها فريش وانها ان شاء الله تكون شغاله كويس مش بايظه ولا حاجه. كده اهو نحط ميه كمان اهو، سيطروا كده زي ما انا مسيطره ما شاء الله عليا، عشان انا ايه ربنا يستر الميه ما تزيدش مني. بالظبط يا استاذ احمد، استاذ احمد خلاص بقى شيف، استاذ احمد المخرج بقى شيف، بيقول لي لو ماي ميت نديها دقيق. اللهم صل على النبي. الله استاذ احمد خلاص يعني انا بهت على الناس هنا كلهم والله ومش عارف اعمل ايه. اخ يا استاذ احمد. بصوا بقى العجينه، بصوا نقدر كده نعجن فيها ونضرب فيها بالشكل ده عشان تلم معانا وتبقى بتلزق سنه زي اللي معايا دي كده بالظبط. هو ده كده اهو، هو ده. وبنغطيها بقى ونسيبها تخمر. بتاخد لها وقت قد ايه تخمر؟ في حدود ساعه الا ربع ساعه، يعني احنا لسه الحر مكمل معانا شويه، شهر كمان حسب ما الاطفال الجويه قالوا. مش عارفه فرحت وزعلت، يعني هو الفرحه جايه ان يعني ايه ان لسه ان يعني وكأن الصيف لسه ما خلصش، يعني اللي هو الصيف اللي هو الاجازه وبتاع، بس فعليا الدراسه دخلت. يعني ايوه الصيف جدد الباقه، صح يا استاذ احمد. فالحقيقه هو ده اللي يعني مخلي الواحد ايه مش فاهم. فهتلاقوا الخميره اشتغلت معاكم على طول عشان الجو حر. قرمه العجين ومعايا طبعا عجينه بقى خمرانه وتجنن خطيره. ونجيب شوية دقيق، فين الدقيق اهو، ماشي نحط كده وناخد من العجينة الخطيرة الحلوة دي كده اهو اهو. بس تحفة، خمرانة وطرية وتجنن كده. نفردها بالشكل ده او ممكن تقطعوها كور براحتكم، انا هفردها ده بيبقى اسهل كده. ومعانا مثلا برضو قطاعة ولا حاجة، تعالي اقطع من هنا، شوف هنا كده ايه، هقطع مثلا مدورة كده نقطع بيها، وناخد العجين ده برضو تاني نعجنه ونفرده كده، وناخد كل واحدة بقى من دول كده ايه ونبططها، نديها كده ايه شكل قارب كده تمام، ندخل ده كده من جوه لبره ونعمل لها بوز كده من الجناب شبه كده القوارب كده اهو. واحدة كمان وندخل كده من جوه، نديها نبرمها كده كده. وهنجيب بولة تانية نحط فيها شوية اللحمة المفرومة، اللي هي الحشوة بقى، شوية لحمة مفرومة مع شوية فلفل ألوان كده، ونقلبهم. بس انا عايزه اجيب صينيه فرن. معانا استاذه جيهان. الو، ازيك يا اهلا اهلا يا حبيبتي، ازيك؟ الحمد لله وحشتيني حبيبتي، والله انت وحشتيني اكتر. عامله ايه يا حبيبتي؟ الحمد لله، ده لسه ما اتصلتش. ايوه يا حبيبه قلبي، منورانا منورانا والله، معاكي وسموره واللي معاكي كله. تسلمي لي يا حبيبه قلبي، تسلمي لي. وعلى اللي ردت معايا ديت اللي ذوقها جميل وزي العسل. حبيبتي حبيبتي، يا رب يسعدك يا رب. يا رب يا حبيبتي. تسلمي يا حبيبه قلبي. نجاح نجاح كده يا رب. ربنا يسعدك والله. ردت عليا وليكي. حبيبتي يا رب تسلمي. انا وانتوا طيبين عشان المدارس. حبيبه قلبي وانت طيبه دايما يا رب. يا رب ينجح كل الطلبه يا رب. سنه سعيده عليهم كله. يا رب يا حبيبتي يا رب. ايه المكالمه الجميله جميلة دي، ما نتحرمش منك ابدا يا قمر. تسلمي يا حبيبتي، متشكره قوي. حطيت الحشوه وفوقيها شويه جبنه شادر وممكن كمان جبنه موتزاريلا
وفرن سخن درجة حرارة 200 في الرف اللي في النص، مش هندهنها أي حاجة. هتاخد لها تقريبا 15 دقيقة 18 دقيقة، يعني تابعوها كده، ممكن أقل من كده حسب قوة الفرن بتاعك. هتاخد لون من تحت ولون من فوق، وهتلاقوا طعمها خطير. العجينة نفسها طعمها يجنن، والحشوة بسيطة، تقدروا ما تحطوش لحمة، ممكن نحط بس جبن أو نحط لحمة مفرومة بس براحتكم. يعني الحشوة اللي على الوش دي زي ما تحبوا، وبالهنا والشفاء. أحلى فطاير، شوية فطاير كده من اللي هم يعني. حاضر يا أستاذ أحمد، فاصل بسرعة جدا ونرجع بعد الفاصل نعمل كيك الموز بالشوكولاتة، خليكم معانا. أنا جيت. احنا معاكم على الهواء، الحقوا كلمونا بسرعة. هنعمل دلوقتي الوصفة التانية، كيك الموز بالشوكولاتة. وصفة سهلة جدا وظريفة، هنعملها في البيت، تنفع في المدرسة، تنفع في الفطار، برضو ندخل فيها الموز لما يكون خلاص قرب بقى يخلص، ويعني قصدي قرب يبوظ ومحدش راضي ياكله، فنحطه مع الكيك بيبقى تحفة. ايه بقى المقادير؟ انا معايا 4 موزات او 3 موزات اللي هم دايما متبقيين دول، او حتى موزتين. بصي لو موزتين حتى ماشي حالهم، هنقشرهم ونهرسهم. ومعانا بقى 1 كوباية دقيق، 1/2 كوباية من الزبده، زبده تكون سايحه او تكون طريه مفيش مشكله. معانا كمان 2/3 من السكر البودره المنخول، 2/3 كوباية يعني تلت وتلت، وتلت كوبايه يعني اكتر من 1/4 كوباية بمعلقه واحده. فاحنا معانا 2/3 كوب من السكر البودره المنخول. معانا بيضه، معلقه صغيره من الفانيليا، 1/4 معلقه صغيره من القرفه، ربع مش اكتر من كده، يمكن اقل كمان لو تحبوا، ما تكتروش في القرفه. معانا كمان معلقة صغيرة أو يعني رشة من الملح، خليها رشة ملح خفيفة. معانا معلقة صغيرة من البيكنج سودا، البيكنج سودا اللي هي بيكربونات الصوديوم اللي احنا بنحطها في الطعمية، هنحتاج معلقة صغيرة. وبيكربونات الصوديوم هتلاقوها بتتباع عند العطار وبتتباع في السوبر ماركت، عليها تاريخ الانتاج والانتهاء عشان نستخدمها في الأكل بأمان، وبتبقى حلوة جدا. معانا كمان كاكاو خام، تقريبا 1/4 كوباية من الكاكاو الخام، محتاجين نوع كاكاو حلو كده ونضيف علشان يعمل لنا طعم حلو للكيك. وشوكولاتة مجروشة دي كده على الوش أو في جوه الكيك براحتكم، تعمل طعم حلو برضو لذيذ، بس كده ولا أي حاجة تانية، وبيطلع خطير. عايزين ناخد الموز الحلو ده كده، نظبط الطبق، محتاجين نهرس الموز أهو كده، نشيل محتاجين ناكل الموز ده أهو، لازم نهرس الموز كده. بس الموز ده والله يعني كان لسه ممكن يتاكل كده اهو. نجيب شوكة، تعالي يا شوكة، نهرس الموز اهو كده، يبقى يعني ايه مهروس خالص بالشوكة عشان نحطه جوه الكيك كده، بس كده اتهرس. نجيب بولة بقى اهو، بولة اللطيفة دي، ومعانا المضرب، ونحط الزبدة اول حاجة علشان نضربها. كده اهو زبدة طرية، يلا نضرب. بسم الله. هنحط البيضة وكمان الفانيليا، مش الفانيليا، أيوة الفانيليا، ونضرب برضو مرة كمان. معنا السكر البودرة، هنحطه ونكمل ضرب. بسم الله. بس انا عايزه قبل ما اضرب بس كده ايه، عشان انتوا عارفين السكر البودره بيعمل عفره كده جامده. فاحنا ايه بس ندخله كده ونضرب. بس شكرا للمضرب ده. ناخد بقى الموز المهروس نحطه كده معاه. حاضر يا استاذ احمد.
الموز كده، ومعانا الدقيق هنحط له رشة ملح، ونحط له القرفة والكاكاو الخام. بس كده نقلب الكلام الحلو ده مع بعضه وننزله هنا كده ونقلب، ويبقى هو ده خليط الكيك. تفضلي تقلبي فيه كده لغاية لما كله يبقى متجانس. احنا مش بنحتاج نحط له ولا لبن ولا مية ولا اي حاجة، هو بيبقى ايه قوامه تقيل. لكن لو انت حاسه ان انت محتاجه تحطي يعني محتاجاه يبقى شبه الكيك السائل شويه، ممكن نضيف له تقريبا 4 معالق كبار من اللبن الحليب، مش اكتر من كده. ونحطه بقى في صينيه الكيك. انا محضره صينيه كيك اهو هنا. طب ما اقلبها بس ولا ايه؟ ما احطهاش في، مش هنلحق، مش هلحق حتى احطها في الصينيه. ماشي، هنحطها في صينيه الانجليش كيك الحلوه دي، ويدخل فرن سخن درجه حراره 180، هياخد له تقريبا 40 دقيقه، ممكن من 40 ل 42 دقيقه بالكتير. هتلاقوا الكيكه معاكوا استوت، طبعا تختبريها، بتبقى خطيره وطعمها يجنن، وطعم الموز مع القرفه فيها مش قادره اقول لكم تحفه. ان شاء الله تجربوها وتعجبكم. انا عماله اهو اخلط في العجينه بتاعت الكيك معايا في الطبق. بصوا هتهنى كده استاذ احمد. طيب شكل الدقيق ابتدى يختفي فيها، وحتت الموز بقى باينه اهو اهو اهو. هو ده كده الكيك، سمكها كده تقيل خطيره. بنحطها في اي صينيه وتدخل الفرن زي ما اتفقنا، ولازم الصينيه تبقى مدهونه زيت وعليها ورق زبده، ده افضل حاجه عشان لما تهدى وتبرد تعرفي تقلبيها وتقطعيها، بتبقى خطيره. قولوا لي ايه رايكم، يعني هي قلبه تقلب قوي طعمها ما بين الكيك والبراونيز، فهتعجبكم جدا، جربوها. الحلقه خلصت، عملنا اول وصفه مع بعض، الفطائر اللي باللحمه المفرومه. خطيره، عجينه سهله جدا، ما فيهاش ابدا اي حاجه، وحشيناها لحمه مفرومه مع شويه فلفل الوان وجبن، جربوها هتعجبكم قوي. والوصفه الثانيه كيك الموز بالشوكولاته، برضو وصفه بسيطه ومقاديرها حلوه وسهله، اعملوها وقولوا لي ايه رايكم. بشكركم جدا جدا انتوا تتفرجوا عليا، وميرسي لكل التليفونات، وانا عارفه ان في ناس كتير ما لحقتش تكلمنا، ان شاء الله تكلمونا تاني. بشكركم قوي، شوفوني كل يوم الساعه 1:30 على قناه النهار. باي باي.